الأم المغربية فاش كتبقى الأذان 5 دقائق. النوع الأول. ماما راه بقات غير 5 دقائق ويأذن الأذان. وي عرفتي بنتي سلمى، ما تخافيش راني وجدت كلشي. دابا خليني نتأكد، عصير البنان كاين، عصير الأناناس كاين، عصير التفاح كاين، عصير الزعبول كاين، عصير الخيزو كاين، هادو كاملين كاينين. الحريرات، التمر، الشباكية، البغيوات، الملوي، صافي كلشي ناضي. بقات لينا بنتي واحد 5 دقائق، سيري فيق باك باش نمشيو نصليو فيها ونجلسو نفطر. واخا ماما هي الاولى. لا اختي سلمى ما تفيقيش انتي، خليني نفيق انا لحقاش ما عاونتكمش، ما درت والو. صافي اخويا حسام غير سير فيق انت. يلا ولدي حسام طلق راسك باش معايا سالي الاذان نكونوا صافي سالينا فطرنا جمعنا الطابله وجالسين كنتفرجوا. صافي واخا ماما انا غادي نمشي دابا. النوع الثاني. سيبي سيبي ما بقى له والو يأذن. سيري انت جيبي الكيسان وطفي على الملوي اللي يمشي يتحرك، انا غادي نحط سليف. وصافي واخا ما تزاوبيش عليا راني كندوخ. ولكن بلاتي شنو قالت لي؟ قالت لي نزيد على الملوي ونحط الكيسان. اه نزيد على الملوي باش نزيد. واو ماما كطير. هاد الملوي ماش مالو تشوط عب وحده، ولكن ماشي مشكل، اصلا ديما تناكلوه مشوط ولفنا. راكي تشدي من عندي سلاي. لا لا بلاتي بلاتي ما تشييش ما تشييش. واش دير لمك ما بقاش الوقت. ولي هاكي شديتي هادي وعب شويه عليك راها عامره. اي مراتي خوات ماشي مشكل ما بقاش الوقت، عاش معايا داكشي وديري نيشان في الزلايف، واللي بقى عيطي لخوك الا حسو من الله. نسيت حق الليمون، شدي شدي بلاتي بلاتي عابك الليمون. لا الليمون لا وما تخافيش غادي نلوحو عاد شويه. لا بلاتي بلاتي عاد عزي. اي 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 اوف صافي وجدت كلشي ما بقات ناقصه شي حاجه. انا تبارك الله عليا وصافي وجد داكشي قبل الاذان وداكشي منظم انتك زوين كلشي هو هذاك. مهم انا غادي نصلي عندكم تقيسوا شي حاجه تنجي ونقسم عليكم داكشي.